السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عبد قناة ماتريكس 2019 على اليوتيوب. الحلقة بتاعت النهاردة هتكون عن العقبات اللي ممكن تواجهك كيوتيوبر، أو العقبات اللي ممكن بتواجه أي حد في طريق النجاح. في كتاب اسمه مفتاح العشر نجاح للدكتور إبراهيم الفقي عليه رحمة الله. أنصحكم كلكم إنكم تطلعوا على الكتاب ده. كتاب متميز جدا، مش هياخد من وقتك أكتر من 4 ساعات إنك تقرأه بتمعن. صدقني هتستفيد منه كيوتيوبر أو كمنشئ محتوى أو كأي حد بيحاول إن هو يفهم بهاليز النفس البشرية أو بيحاول يسلك طريق النجاح بشكل. الفيديو بتاع النهاردة هو بعنوان العقبات التي تواجهك للنجاح أو التي تواجه اليوتيوبرز. إيه المشاكل اللي ممكن بتواجه أي يوتيوبر؟ ليه صديق موجود في السعودية، صديقي ده أنا بحاول أقنعه من فترة طويلة جدا إن هو يبدأ في شانل على اليوتيوب. صديقي من الناس اللي عندها مهارات تواصل ممتازة جدا جدا، عقلية محترمة جدا، ولكن ما عندوش الجرأة ان هو يقف قدام الكاميرا. عنده مشكلة في المحتوى، عنده مشكلة في الوقت، عنده مشكلة في التقنية. فلو انت دورت على محتوى في حياتك عامة، في دنيتك، في مجال شغلك، في مجال ثقافتك، في مجال اطلاعك، انت ممكن تجيب كتاب وتقرأ المحتوى اللي في الكتاب بشكل ما وتدخل معاه مجموعة صور بأي برنامج مونتاج عادي جدا، كامتازيا برنامج سهل جدا في الاستخدام، ممكن تعمل محتوى. في 3 مشاكل هتقابلك في اليوتيوب عامة. أول مشكلة هي الدوافع الخارجية، تاني مشكلة الدوافع الداخلية، تالت مشكلة هي دافع البقاء. ودي مش هسميها مشكلة ولكن هسميها طوق النجاح. الدوافع الخارجية أولهم الأهل والأصحاب. كتير مننا يتكسف إن هو يقف قدام كاميرا، يتكسف إن هو يتكلم. في ناس لو حصل لها دعوة مثلا في فرح أو في مناسبة إنها تطلع وتحاضر في الناس أو تتكلم مع الناس بيكون بالنسبه لها عقبه، تلاقيه عرق وحالته يعني بص ما هوش قادر يتعامل. انا حد من الناس في توقيت ما كنت كده. فما بالك لما تقف قدام كاميرا وبتخاطب العالم ككل، مش مجرد في نطاق العيله ولا نطاق الاصدقاء ولا نطاق المدينه اللي انت فيها، لا انت بتخاطب العالم ككل. دي اكيد بيكون لها رهبه، ده دافع خارجي بيأثر عليك انت كيوتيوبر، يخوفك انك تقف قدام الكاميرا. طيب الحل انك تنمي مهاراتك الداخليه بشكل ما، تنمي مهاراتك في مجال الالقاء، تنمي مهاراتك في مجال الخطابه، تنمي مهاراتك في مجال التنميه البشريه. وهنا هنيجي للدوافع الداخليه. الدوافع الخارجيه هي مؤثرات بتاثر عليك، الدوافع الداخليه هي مغناطيس عكس، يعني حاجه بتخالف الدوافع الخارجيه، بتقول لا انا موجود، انا قادر، انا هنجح. طالما ان في حد عملها قبل كده فانت قادر تعملها. ما تقوليش ان جهاز الكمبيوتر عندك امكانياته ضعيفه. في ناس نجحت في اليوتيوب عن طريق دوكس سماش، عن طريق الموبايل، بتصور بالموبايل وبتنشر محتوى. فالدوافع الخارجيه ديت اكتر حاجه او اكتر مشكله بتواجهك كيوتيوبر، واولهم الاهل والاصدقاء، وخاصه الاصدقاء. ليك اصحاب كتير جدا هيتريقهم عليك في البدايه. في ناس كتير فشلت ولكن ما سمتش الفشل ده فشل، سميته تجربه خضها علشان يوصل لمرحلة النجاح. نيجي للنقطة الثانية وهي القانون. انت عندك محتوى قيم جدا في مجال الهاك وفي مجال الاختراق، ولكن لو عرضت المحتوى ده القانون هيعاقبك بشكل ما. عندك مهارات وعندك سكيلز، بتقدر تعمل حاجات تفوق امكانيات ناس كتيرة، بتقدر تخترق مواقع، بتقدر تعمل حاجات كتير، ولكن لو عرضت ده القانون هيعاقبك بشكل ما. وبالتالي اغلب الهاكرز بيلجأوا ان هو بينشروا محتوى قنوات مؤقتة، ما بيتكلمش بصوته، ما بيوقفش قدام الكاميرا، بيظهر تكست بس او بيكتب لك فيه ملف نصي. وفي الاغلب الفيديوهات اللي زي كده ما بتحققش مشاهدات، وماكسيمم هتتكلم 5000 مشاهدة او 6000 مشاهدة. فده دافع من الدوافع الخارجية اللي ممكن بتقف او بتتحداك علشان تنجح في اليوتيوب. تعليقات المتابعين، تعليقات المتابعين دي من الحاجات او من اكتر الحاجات اللي ممكن تواجهك كيوتيوبر لو سمحت لها انها تشحنك بطاقه سلبيه. دافع البقاء، في دوافع خارجيه بتتحداك بتقول لك لا انت مش هتنجح، انت هتفشل. في دوافع داخليه بتقول لك لا انت قادر. دوافع خارجيه تفوقت على ده، تيجي هنا غريزه البقاء او دافع البقاء. دافع البقاء هو اخر دافع ممكن تستغله علشان تنجح. ان اصبح في تحديات قويه جدا، التحديات دي تحديات خارجيه تفوقت على الدوافع الداخليه اللي موجوده جواك، واصبح الحل الوحيد او المهرب الوحيد هو دافع البقاء، وده هتكلم عنه في اخر الفيديو. طيب نيجي للدوافع الداخليه. احنا قلنا في دوافع خارجيه، لو قدرت تتفوق على الدوافع الخارجيه اصبح الحل الوحيد اللي قدامك هو دافع البقاء. طب ايه الدوافع الداخليه؟
اول الدوافع الداخليه اللي معانا هي الثقافه. انت ثقافتك ايه؟ انت هتقف قدام الناس وهتحاضر، هتلقي في مهارات القاء، في مهارات محاضره. انت ازاي هيجي لك الجرأه انك تقف قدام الكاميرا وتكلم ملايين؟ جايز النهارده في 1 2 3 5 100 ألف بيشوفوك، ولكن بعد كده الفيديو بتاعك مجرد ان هو يتنشر على يوتيوب بعد مرور ساعه ما ينفعش ان هو يتمسح، لان في 1 2 3 و100 عامل لهم داونلود. لو مسحته من على جهازك او مسحته من على اليوتيوب مش هيتمسح من على الاجهزه التانيه. فاول نقطه عندنا هي الثقافه. ولما نتكلم عن الثقافه فاحنا هنتكلم عن المحتوى. نرجع هنا لصديقي اللي موجود في السعوديه اللي انا بحاول من فتره طويله جدا ان انا اقنعه ابدا واعمل شان على اليوتيوب. هو حد متميز جدا 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 في مجال شغله، وفي ايده ان هو ينجح، وفي ايده ان هو يبقى رقم واحد في المجال ده، ولكن هو يعني مش قادر ياخد الخطوه دي، بالرغم من ان الناس في ناس بيض يعني عملوا قنوات وحققت مليارات، مش هقول ملايين. طيب بالنسبه للثقافه هنتكلم عن المحتوى. ولما نتكلم عن المحتوى فلازم نذكر قناة مستر أبو علي للمعلوماتية. هو شاب مصري جدا في مجال الاي تي أو في مجال التقنية، ولكن كل ما يعمل قناة تتقفل، كل ما يعمل الشانل تتقفل، مع إنه بيقدم محتوى حصري على فكرة، ما بيعملش يعني ما بياخدش محتوى من بره وبيقدمه، ولكن أغلب المحتوى اللي بيقدمه هي عن البرامج المقرصنة، وده اليوتيوب مش عايز ده. يعني اليوتيوب بترفض ده، اليوتيوب بتقدم لك الدعم وبتقدم لك السبورت، بس ما تتخطاش حدودك في او ما تتخطاش حقوق الملكيه الفكريه بشكل ما. النقطه الثانيه او القناه الثانيه اللي هناخدها مثلا معانا هي قناه نهاد رجب. نهاد رجب برضو شاب مصري، الناس اللي ما تعرفوش هو حد متميز في مجال التنميه البشريه، عنده تشانل بدا من حوالي 4 سنين أو 5 سنين تقريبا، والمفروض دلوقتي بقى معاه الدرع الفضي اليوتيوب، التشانل بتاعته 117,000 او 130,000 تقريبا. فاحنا هنا هنتكلم على محتوى مستر ابو علي، هو محتوى تقني. هنتكلم على ثقافته في مجال التقنيه، هنتكلم عن نهاد رجب، هو شخص بيتعامل في التنميه البشريه او مهتم بالتنميه البشريه او بيقدم محتوى فيما يخص التنميه البشريه. هنتكلم على قناه درب التبانه. درب التبانه لشاب انا ما اعرفش الامانه هو فين، هو منين يعني من دوله ايه، ولكن المعلومه اللي عندي ان هو مقيم في كندا تقريبا، من الناس اللذيذه قوي اللي انا بتابعها. عنده شانل ممتاز جدا، بيقدم في الشانل محتوى عن الهاك وعن الاختراق، ولكن بشكل كوميدي لذيذ فعلا بيبدع فيه بشكل ما. نيجي للموهبه. اي حد عنده موهبه، يعني خلاص احنا قلنا كده ان الثقافه ممكن تكون دافع داخلي بيتحدى الدوافع الخارجيه. انا لو بتكلم عن حاجه في مجال التقنيه فانا هعرف اتكلم فيها، هعرف اتناقش فيها، لما يجي حد يعمل لي كومنت سلبي بشكل ما هعرف ارد عليه لانه متمكن من الماده او المحتوى اللي انا بقدمه. نجري الموهبه. موهبه التمثيل، موهبه الالقاء، موهبه الغنى، لو عندك اي موهبه، موهبه الهاند ميد، لو عندك موهبه في الجنون في حد ذاته ممكن تجيب شويه بيض وتكسرهم وهيبقى عندك قناه. مهارات الالقاء والخطابه. وديت بتكون مهارات مكتسبه، سهل انك تكتسبها. وهنا هنتكلم عن ثلاث نقط اساسيه. النص، تعليق صوتي، تصوير فيديو. انت هتقابلك عقبة وهي انك المحتوى اللي انت بتقدمه ممكن ما يكونش عندك الجرأة انك تقف قدام الكاميرا وتخاطب الناس، فبالتالي بتلجأ لحل تاني بديل وهو انك بتعمل إلقاء صوتي. يعني انت بتتكلم بس ولكن وشك ما بيظهرش، ما بتضطرش انك تقف قدام الكاميرا. لو عندك المشكلة دي ومش قادر برضه تعمل إلقاء صوتي ممكن تبص او تحاول في حل بديل تالت وهو انك تكتب تكست. طبعا اكتر الفيديوهات اللي نجحت هي الفيديوهات اللي فيها تعليق صوتي او تصوير فيديو. نادر جدا ان فيديوهات نصيه بحته مفيش فيها كلام تنجح، لان انا حابب ان انا اتواصل مع اليوتيوبر، انا انت كمشاهد او متابع انا حابب ان انا اتواصل معاك علشان انجح، بغض النظر حابب او لا، انا علشان انجح لازم اتواصل معاك. كل ما اتواصل معاك بحواسي انك تكون شايفني، انك تكون سامعني، انك تكون حركات ايدي او لغه الجسد بشكل ما بتعبر عن المحتوى اللي انا بقدمه او الفكره اللي انا عايز اوصلها لك، هقدر انجح ان انا اتواصل معاك، هقدر اخترق عقلك الباطن او اللاوعي عندك بشكل ما، فبالتالي هقدر اثر عليك. وهنا نجاح اليوتيوب انك تاثر على المتابع. نيجي لاخر حاجه وهي دافع البقاء. انت فشلت ان يكون عندك دوافع داخليه قويه تتغلب على الدوافع الخارجية، ما تبقاش قدامك غير دافع البقاء.
دفع البقاء هناخد عليها شوية أمثلة. هنبدأ من عرض رأي أو فكرة. فعندنا أكتر من قناة نجحت في اليوتيوب وكان دافع البقاء بالنسبة لها أو دافع التواجد بالنسبة لها هي عرض رأي أو فكرة. قناة إيجيبتون للدكتور أشرف حمدي. قناة إيجيبتون إبداع بكل معاني الكلمة. قناة متع عقلك من القنوات المتميزة جدا اللي استغلت الثقافة كمحتوى دوافع داخلية واستغلت دافع البقاء بشكل ما فرضت تواجدها على اليوتيوب. قناة أفكار ضد الرصاص وصفحة أفكار ضد الرصاص على الفيسبوك. نيجي المرحلة الثانية من دوافع البقاء وهي الربح والشهرة. نتكلم عن شروق عبد العزيز. شروق عبد العزيز بنت مصرية من اسكندرية تقريبا. ده كان دافع البقاء بالنسبة لها هو الربح أو الشهرة، أنها عايزة تتشهر. وهنا بدأت تقدم تنازلات. عندك الخليل كوميدي. الخليل كوميدي ما يقدمش محتوى بأي حال من الأحوال، ومع ذلك قدر إن هو ينجح عن طريق دافع البقاء. لو أنت عايز تنجح هتنجح، مفيش أي حد هيقدر يقف قدامك. كان معاكم محمود، قناة ماتريكس تيم 19 يوتيوب. أتمنى إن ما كنتش طولت عليكم النهاردة، أتمنى يا رب إن أكون أفدتكم معلومة. لو الفيديو عجبك لايك الفيديو، سبسكرايب للقناة، شير لو حسيت إن حد ممكن يستفيد معلومة. معادنا إن شاء الله في الفيديو الجاي، كل سنة وانتم طيبين والعافية يا رب.